كان هناك قلق في البداية بأن النتائج قد تحتاج لأسابيع. طبعا واجهنا كل مصادر القلق والناخبون كان لديهم بعض القلق، وأعتقد أننا أثبتنا لهم أن الانتخابات جاءت في أجواء آمنة وسليمة، وهذه الانتخابات لم يتم تسريب أي معلومات فيها، وهذه العملية كانت على أحسن ما يرام. قمت بعملي، قمت بتطبيق القانون، وكذلك تقضيت بالدستور الأمريكي. عملت من أجل سكان جورجيا، هم الذين انتخبوني، وأعتقد أننا يبحثون عن النزاهة وعن إنجاز المهمة، وهذا ما قمناه، وقد قمت بالاطلاع بهذه المهمة. إذن هناك 400,000 صوت تنتظر الحسم. نعم، هذا هو الحال. طبعا العمل أنجز، ولكن هذه هي الأرقام المتبقية. ليس هناك المزيد. Probably more of the larger counties. Many of the small counties are already done. They got those posted quickly. But you can just kind of look at, you know, where those counties, how they're going right now with the percentage that they have out. لكن لا زال هناك العديد من عمليات العد، وسنرى ما سيحدث في نهاية هذا اليوم أو نهاية هذه الليلة، ولهذا نحن هنا وسنوفر عليكم بعض الوقت. لا أسمعك. لازلنا ننظر إلى الملفات، ولازلنا نقوم بعملية الفرز في هذه العملية الانتخابية. أشكركم شكرا جزيلا، أراكم غدا صباحا.